يخرب العملية السياسية، لا لأن أودورنو قال بسبب محاولة التأثير على قرار هيئة العدالة والمساءلة باجتثاث أو باستبعاد بعض الذين يريدون إعادة البعث إلى السلطة. سيد نظير الخزرجي، يعني هناك من يعتقد بأن هناك خطة للانقضاض على العملية السياسية في العراق ومن الداخل، يعني القيام بانقلاب برلماني يمهد الأرضية للبعثيين وأشباههم بالعودة إلى المشهد السياسي العراقي من جديد، فهل ينجحون بذلك برأيك؟ هذا الشيء وارد صراحة، يعني نعم هناك رؤية عربية وإسلامية وحتى أمريكية أنه يأتون بأناس هم من داخل العملية السياسية، أناس من الحزب البعث القديم يشكلون حكومة في العراق، لكن الواقع الاجتماعي يختلف، الواقع الاجتماعي يخالف هذه النظرية. يعني أمريكا كيف تستطيع أن تفعل، لا تستطيع أن تغير من قناعة الشعب العراقي. الدول العربية بقدر ما تفعل لا تستطيع أن تغير من قناعة الشعب العراقي. الشعب العراقي ليس شعبا خاضعا لهذه الدولة أو تلك الدولة، الشعب العراقي شعب قد أعطى رأيه وأعطى صورته للمستقبل، فبالتالي لا تستطيع هذه الأحزاب مهما أتت من قوة مهما أتت من أموال لا تستطيع أن تأتي بحكومة تغير من قناعات الشعب العراقي. نعم قد تؤثر لكن لا تستطيع ذلك. الحكومة المقبلة هي حكومة في اعتقادي هي نفس الحكومة الآن، يعني حكومة ائتلاف من الائتلافات القائمة بالإضافة إلى الحزب الإسلامي، هذا الذي نراه في المستقبل. ولهذا يعني على سبيل المثال الدكتور إياد علاوي يحاول أن يكون رئيسا للوزراء، هو يدري لا يستطيع أن يكون رئيس الوزراء بأنه كتلته لا تستطيع أن تأتي بأصوات كثيرة. الشعب العراقي شعب يعطي أصواته للذي يراه قريبا منه، هذا الذي يحصل في العراق وسيحصل في المستقبل. ولهذا لا أعتقد أنه أمريكا أو دول عربية أو دول إسلامية تأتي حكومة بما تراها هذه الدول. الدكتور أحسان الشمري، يعني الواقع السياسي العراقي إلى أي مدى كما قال الآن السيد الخزرجي يملك ربما حصانة تمنحه قوة لمواجهة هذه المخططات التي تعددت، يعني كما يقول المثل تخالفت الأيدي، هل فعلا هناك قوة في الشارع العراقي على المواجهة؟ نعم، الشارع العراقي والشعب العراقي الذي قدم العديد من الشهداء إزاء أو اتجاه الإجرام البعثي اليوم يمتلك الحصانة الكافية ويمتلك الإيمان بالنظام السياسي الجديد البعيد عن البعث الإجرامي، واليوم يمتلك الدستور ويمتلك الكثير من القناعات بأنه العراق اليوم ديمقراطي بأكثر ما أنه يكون عراق ديكتاتوري استبدادي تحكمه التوليتارية البعثية. أعتقد أن العراق الذي خرج منه السيد محمد باقر الصدر الذي قال لو كان أصبعي بعثيا لقطعته، أعتقد أنه اليوم مؤمن بهذه المقولة أنه لا مكان للبعث في العراق الجديد. البعثيون الذين أساءوا بكل معاني الإساءة إلى العراق حدودا وشعبا وأرضا وكل هذه الإجراءات، أعتقد أن اليوم الشعب هو متماسك واليوم هو يتجه إلى بناء دولة جديدة بعيدة عن كل الإجراءات التي كان قد اتبعها البعث في السابق. أعتقد أن العراقيون اليوم هم مؤمنون بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأيضا يؤمنون بأن الطريق سالك نحو بناء دولة عصرية بعيدة عن أن تكون هي دولة عدائية تجاه الدول المجاورة، وبعيدة على أن تكون حكومة متسلطة على رقاب الشعب العراقي. أعتقد أن العراقيين اليوم يمتلكون من المناعة الكافية لدرء أي إعادة بعثية للسلطة، واليوم هم عازمون على المضي بالمشروع السياسي. شكرا جزيلا. يستطيعون أن يبنوه بأنفسهم. الدكتور أحسان الشمري، شكرا جزيلا، الباحث والأكاديمي من بغداد. وأيضا نشكر شكرا جزيلا السيد نظير الخزرجي الباحث والإعلامي من لندن، ونوجه تحية طبعا للأستاذ عبد الحليم الرهيمي الإعلامي والسياسي المستقل الذي كان معنا من بغداد. وفي ختام هذه الحلقة نوجه تحية للمشاهدين الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.